اي قرار بيحصل، اي لاعب فيه شك في اصابته ما بيلعبش، مفيش لاعب هيشارك وفي اصلا عندي اي شك ان هو يلعب او ان هو عنده اصابه. عمري ما هخش بلاعب اخد بيه مخاطره، مفيش لاعب شارك الماتش اللي فات واصلا كان فيه مخاطره اساسا او في شك ان هو عنده حاجه. لكن في نفس الوقت احنا بنقعد مع بعض في الجهاز الطبي، وبعدين وانا والجهاز بتاعي بنتكلم مع بعض ونشوف، يقول لي مثلا الحاله دي فيها كذا وكذا وكذا ونسبه المخاطره قد ايه، واحنا بناخد قرار. لكن انا ما باخدش اي مخاطره مع اي لاعب ايا كان. اللي بيحصل بقى ان احيانا مع ضغط الماتشات الكبير ده كل يومين ماتش، مفيش لعيب بيبقى 100%، يعني في دايما في شكاوي بسيطه. الشكاوي البسيطه دي بقى احنا بنقعد مع بعض ونشوف هل الشكوى دي فيها مغامره ولا عاديه. يعني مثلا لو كدمه، الكدمه ممكن ان انا لاعب لما بيسخن كويس ويتحرك والدوره الدمويه بتجري، ما بيبقاش في الم، ما بيبقاش في حاجه، الجسم بيجري وما بتحسش بحاجه والدنيا بتمشي كويس، غير لما في اصابه عضليه فالامور بتبقى مختلفه. لكن مع كل 48 ساعه ماتش مفيش لاعب هتلاقيه سليم 100%، لكن مفيش لاعب بكررها بيشارك في النادي الاهلي في اي مباراه وعنده حتى نسبه ريسك انه ممكن يتصاب، فما كانش في اي حد من الناس اللي شاركت كان عندها اي مشكله. ده بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني بتاع اعداد الاهداف ده بنتكلم فيه تقريبا كل مؤتمر صحفي، قبل الماتشات وبعد الماتشات واثناء الماتشات، وبالتالي ده بقى الموضوع اللي كل مره بنتكلم فيه، مش سر، بنتكلم فيه على طول. مشكله معروفه، بنوصل لجون كتير، وده في جزء كويس، يعني جزء كويس جدا ان الفرقه بتخلق كم فرص كبير جدا، ده معناها ان احنا بنتحرك كويس، بنعمل حاجات كتير، الواجبات بتاعتنا بنعملها كويس، فبنوصل لجون كتير. يبقى ناقص تحويل الكره جوه الجون، ده بيبقى فيه بعض العناصر منها التمرين. لكن انا بيبقى عندي كل 48 ساعه ماتش امرن اللعيبه امتى؟ يعني هو بيبقى 48 ساعه اللعيب بياخد استشفاء وبعدين بينزل يتمرن تمرين خفيفه وبعدين ينزل الماتش اللي بعده. فما اقدرش ان انا اخلي لاعب مشارك بعد 48 ساعه يقعد يشوط كتير على الجون هيتمسك، يعني هو كده انا بعوره. فدي حاجات لازم احطها في الحسابات. لو انا اركز على الجزء النظري اكتر مع اللعيبه اللي بتشارك كل 48 ساعه، ففي عناصر كتير بتؤدي ان الموضوع بيبقى فيه مشكله في عمليه ان انا اقدر امرن اللعيبه على تحويل الفرصه الاهداف. بس بنتكلم بقى نظري كتير، بنتكلم على فكره الهدوء، الثقه، فكره التركيز، لان احيانا كتير جدا بيبقى الموضوع ليه علاقه بالتركيز. ان انا اتكلم مع لعيبه افكرهم كتير ازاي انا اركز قدام الجول، لازم اكون اهدى قدام الجول عشان نقدر ان احنا نحول الفرص الكتير اللي بتجي لنا لاهداف. لكن ان شاء الله هيبقى في مجالات للتمرين في الفتره الجايه ان احنا نحسن جوده احراز الاهداف ان شاء الله. السؤال بتاع حضرتك، قال انا تمام الحمد لله، الامور بشكل كويس، احنا شغالين من بعد المباراه مع الجهاز الطبي والامور ماشيه كويس، لسه قدامنا 24 ساعة والأمور زي ما الكوتش قال، قدامنا 24 ساعة وهو لو في الآخر القرار بتاع الكوتش في الأول. إحنا مجموعة واحدة، مجموعة كبيرة موجودة، وأي حد يكون موجود في الملعب إحنا كلنا بنطلعوا، إحنا أهم حاجة مصلحة النادي، دي أهم حاجة نرجع للكاس. اي حد يكون موجود، 11 لعيب موجود، التانيين كلهم يبقوا في ظهر بعض، ده اللي احنا ماشيين عليه، دي 24 ساعه.